تأويل لعمل أعمال خسيسة. حضرتك من سكان المنطقة؟ أنا من سكان المنطقة وعضو المجلس الشعبي المحلي مدينة نصر. لا عمل خسيس لا يمت بشجاعة ولا بإقدام. ده كل ما تيجي تضعفني تقويني. إحنا هنا العقيدة الشعب المصري كل ما تيجي تضعفه تقويه. ده لن يهزنا ولا يأثر فينا في شيء. الناس الحريم قبل الرجالة إن شاء الله إن شاء الله إيد واحدة في مصر نازلة للاستفتاء تقول نعم نعم للاستفتاء، نعم للقانون، نعم للدولة، نعم للسيادة، نعم لاحترام النفس للنفس. كل ده ما يأثرش فينا خالص. وكل وأرجع أكررها تاني سيادتك، كل ما تيجي تضعفني تقويني. إحنا في قوة وفي ترابط ليوم الدين، ومصر ما بيهزهاش أي حاجة أبدا ولن يصيبها أي شيء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الناس المحترمة دي كلها نازلة للاستفتاء تقول نعم، ولا لا مؤثرات هتأثر فيها، وكل دي حاجة بسيطة ما تأثرش فينا وما تضرناش في أي شيء. والناس كلها عندها عقيدة واحترام. شايف إن هي مقصودة والهدف منها زعزعة زعزعة أو إحساس، يعني إحساس الناس بالخوف. الشعب ده ما بيخافش، الشعب ده شعب مؤمن بالله سبحانه وتعالى، والشعب ده ما بيخافش من أي حاجة خالص. احنا مش عايزين نرمي الكلام على اي حد، احنا بس كل اللي بنقوله بنقول ان دي حاجه من شانها اثاره الفزع والرعب ما بين المواطن الشريف، اثاره الرعب والفزع. احنا المواطن الشريف المؤمن بالله لا يصير هم، لا يخاف ولا يفزع، ولا انه متكل على الله. كل ده نرجع نقول سيادتك كل ما بيجي يضعفني بيقويني، واحنا في ترابط الى يوم الدين. الشعب ده شعب محترم، شعب ما بيخافش، شعب يثق في الله سبحانه وتعالى. مصر قاهره الغزاة، مصر اندحر على اعتابها. كل من يقيد لمصر سيجعل الله قيده في نار. المعينات الامنيه حضرتك، المعينات الامنيه بتقول دي حاجه دي حاجه بدائيه، وانا كرجل عسكري سابق عارف ان دي لو شديده الانفجار كانت وقعت ازاز المدرسه ده اللي هو عن كل كانت وقعت السور ده. الحاجات دي من شانها اثاره الفزع والقلق ده، بس مش اكتر واكتر، لان هي صوتيه اكتر من تاثيرها اللي هو الايه يعني تاثيرها المعنوي اكتر من تاثيرها مثلا المادي. والدليل على ذلك ان مفيش حاجه اقرب حاجه ليه بس حضرتك ازاز المدرسه اهو، كان هو اولى ان يتكسر لو في صدى صوت جامد وفي انفجار شديد كان عمل كده، لكن دي حاجه لعب بصبيه من الاخر خالص. ده انا بعتبرها كرجل ده لعب بصبيه. ونرجع نقول يمكره ويمكر الله.